نسأل الله أن يوفقكم ويوفقنا لفعل الخير. أخواني أي لينك تشيروا ولأصدقائكم يستفادون من الكتاب إن شاء الله راح يكون صدقة جارية لكم، وهو عبارة عن علم ينتفع به إن شاء الله، والأجر لكم. وفقكم الله لفعل الخير وحماكم من كل سوء وأسعدكم في الدارين. تحياتي، معكم مهندس محمد الجميلي من قناة يوميات مهندس في ألمانيا.